خوتي المغاربه، السلام عليكم. اليوم السبت 17 جويلية 2021. هذا الصباح هذا اتصل بيا واحد البروفيسور صديقي اللي كيخبرني بان العدد ديال الاصابات بكوفيد 19 لدى المواطنين غدا في واحد التزايد مقلق بزاف عاد، والاسابيع اللي جايه كيقول لك غير الله يحفظ اشنو غادي يقدر يوقع. كتعرفوا في اكادير البارح كانت 234 حاله هادو اللي تسجلوا واللي لقاو فيهم كوفيد، انزكان 112، جهة سوس مسا كلها 426 مواطن. وهاد الناس هادو اللي السلطات الصحية فراسهم راه اللي مشاو للابوراتوار باش داروا التحاليل ديالهم ولقاو راسهم كوفيد ومشاو لدارهم وسدوا عليهم وخداو الدواء. هادو عاوتاني واش محسوبين ولا ما محسوبينش الله اعلم. المهم اكادير 234 حالة غير البارح، زيد على الحالات ديال الايام الاخرين راه حنا غادي نكونوا في 2000 وقيلة ولا 1000 وزيادة. كتعرفوا عيط المصحات خاصة وكنسول هذا الصباح هذا كنسول على واش كاين أسرة ديال الإنعاش كوفيد، يعني شي واحد فيه كوفيد وخصو الأكسجين واش كاين السرير. كل شيء قالوا لي ما كاينش، وبلا ما تقلب الرايضة راح أكادير كاملة ساتوري، ما كاينش ولو سرير واحد. وعاودت لي واحد الشركة ديال الأمبيلونس أنهم مشاو جابوا واحد السيد فيه كوفيد وعنده ضيق في التنفس من 12 ونص الليل حتى 4 ونص، وهما كيدوروا به في المصحات والتليفونات وكل شيء. السيد كان غادي يموت ليهم في الامبولانس بزز باش لقاو ليه واحد السرير في واحد المصحه خاصه. يعني الخطر راه كاين، خصنا نحضيو راسنا مني وجبد وكلنا المواطنين. الا ما تجندناش الله يحفظ راه حنا يمكن وما خديناش الاحتياطات وتجندنا ضد هذا الوباء هذا غادي القضيه غادي تحماض، يعني حجر صحي، يعني عاودوا سدوا عليكم. ولكن هادشي كامل ليه الحلول، راه الحل اللي كاين هو عدد الوفيات. انا اللي ما كنفهمش ونقطه الاستفهام ديالي علاش ما خديناش العبره من المره الاولى فاش ديكلارا كوفيد العام اللي فات. انا كنت كنتسنى ان غي يديبلوكاو ميزانيات كبار للصحه في بلادنا وغنشوفوا تجهيزات وغتكاد الدنيا وغادي نديروا تحفيزات للاطباء ونجيبوا وندخلوا الفراملية يخدموا، لان بزاف عندنا مشكل خصاص في الانفيرمي. حتى حاجه ما دارت، يعني غادي داكشي محتشم واش بغاونا حتى نوصل تونس حتى تنهار على غفله المنظومه الصحيه ديالنا. هذه الاولى الصحه العموميه، الثانيه راه ماشي كلشي عنده الفلوس باش يمشي للمصحات الخاصه، راه دونك غيكون الدرك على مستشفى حسن الثاني وهذاك الشابيتو اللي حداه وغنطيحوا في المشاكل كبيره، غنولي الناس كتموت. ما بغيناش هذا الشيء. حاجه عاوتاني نمشي لواحد الموضوع واحد اخر اللي ما فهمتوش، وهو كاين واحد عدد الاصابات اللي قالوا لي منهم الصديق عمر النويب المناضل في اكادير، حتى هو داير لي دو فاكسان استرازينيكا ولا سينوفارم، بجوج ديال لي فاكسان دايرهم لا هو لا مرتو وعاودوا تصابوا بكوفيد وراه هو شاد الفراش في المصحات الخاصه. اكدوا لي ان كاينين الناس اللي دايرين لي فاكسان اللقاح دايرهم بجوج وراهما كاين منهم واحد السيد راه هو في الخطر وما عنده لا سكر لا ملحه لا مرض مزمن لا حتى حاجه، جاه كوفيد وصيفطوا الانعاش في البلاصه. اشنو وقع؟ الله اعلم. خاصنا العلماء، ما خصناش الناطق الرسمي باسم الوزارة الصحة يخرج يدوي، بقدر ما محتاجين علماء اللي يتكلموا ويشرحوا بدون لغة الخشب ويخرجوا في القنوات التلفزية ديالنا الله يهديهم بارك عندنا من العامزين ويخرجوا ويحسوا المواطنين، لأن حتى المواطنين كيجيب لهم الله راه كاين شي مؤامرات ضد العيد، ضد صلاة العيد، لا ضد هذه وعلاش انتخابات ولا في الحملات الانتخابية. شوفوا في قلميم داروا واحد التجمع شنسميها انايا تجمع حزبي كبير هذا، والمواطنين مجموعين مئات ديال المواطنين في تسهيله البارح بحال بحال، عاوتاني واحد الحزب جامع النساء وما كاينش لا تباعد لا حتى حاجه. فين ما مشينا دوك حتى المواطن كيبقى حير من امره، كيفاش يعقل تحبس ليا واحد النشاط هكا ونشاط اخر اللي هو حزبي وانتخابوي ولا غيره عامر والناس مضيقه كيمشيو السوق كيشوفوا حاجه اخرى. يعني المواطن خاص اللي يفهمو خاص اللي وعيه، لان ما يمكنش تقول لواحد راه خاصك دير التباعد والجهه الاخرى فيها التزاحم. ما يمكنش تقول لشي واحد ما تصليش العيد ولكن في نفس النهار راه الناس مجموعين في واحد العلامه تجاريه كبيره ولا ما كاينين في بلاصه اخرى. خاص العقلانه في التقارير اللي غادي تنشر للناس، خاص العقلانه
في هاد الخطابات اللي غادي نعطيو للمواطنين، خاص المواطن حتى هو من تلقاء نفسه يوعى بان كاين واحد الخطر وغندير باش نحمي راسي ونحمي عائلتي. ها انتم كتقولوا بان خاصنا لي دو فاكسان، ما الناس دايرين لي دو فاكسان استرازينيكا وكاين اللي داير سينوفارم وراهم مصابين بكوفيد وكاين شي وحدين فيهم راه ما في الخطر. يعني محتاجين الناس يطمئنونا وناس يقولوا لنا اشنو خصنا نديرو وعلاش وكيفاش، وحتى القنوات التلفزيونيه ديالنا برك عندنا من لغه الخشب، برك عندنا من شي حوايج شي برامج تافهه وشي صحفيين الله يهديهم حتى هما. عطيونا المصداقيه، عطيونا شي حاجه اللي تكون المواطن يقتنع بان هذاك السيد اللي كيدوي عليه راه كيخاطبو، ماشي كيسبغ فيه ولا كيكذب عليه ولا باغي يبرر واحد الخطاب ديال الجهه الفلانيه. انا اللي نقدر نقول وهو اليوم لما عيطت للمصحه الخاصه، لما دوا معايا هاد البروفيسور، لما سولت مستشفى حسن الثاني، القضيه راها خاصنا نقص الخطر، خاصنا نحتاطوا من دابا الخطر قداشنا هو راه هو جاي. غير الله يحفظنا ويحفظكم والله يشافي المرضى كاملين. ما بغينا المشاكل حتى شي واحد صحيه، مشاكل صحيه ما بغيناش، ازمه اقتصاديه تزيد تكبر، لان راه اللي فينا يكفينا والناس راه تكرفصات بزاف عاد. باش غادي نحميو راسنا انا في نظري نتاخذوا الاجراءات ديال السلامه الصحيه ديالنا. لي فاكسان محتاجين تقنعونا بان راه حنا درنا لي فاكسان. منيت انا داير لي فاكسان، لي دو فاكسان، ولكن ما كنفهمش كيفاش واحد داير لي فاكسان وغادي يشدو كوفيد عاوتاني، وانتم قلتوا لينا بان الا درنا الفاكسان ما غيشدنا والو. المهم هذا قلتوا واحد لا فاريونت واحده اخرى، الله يحضر السلامه. المهم خاصنا اللي قنعنا، خاصنا هذا اللي غيقنعنا تكون عنده مصداقيه، خاص اللي غادي يمرر شي خطاب نحسوا به بان صادق. شنو بان لكم؟ صحابكم غادي ننسى الوريضات ديال نهار السبت، كنهديهم لكم، كنهديهم لجميع المرضى، الله يشافيكم فين ما كنتوا داخل الوطن ولا خارج الوطن، الله يشافيكم والله يحفظكم وييسر اموركم، تبارك الله عليكم.